أكد عدد من أعضاء التنظيمات والمبادرات الشبابية أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية. جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة. النهارده احنا سعداء الكيانات الشبابيه ان هي موجوده في المشهد. احنا بندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخورين بالفتره اللي فاتت ان احنا كان في تمكين حقيقي للشباب في كافه القطاعات والمجالات. انا فخوره جدا ان انا في عهد الرئيس السيسي العصر الذهبي للمراه المصريه. الرئيس دعم المراه بشكل كبير جدا، ملف المراه بقت في كل الجهات التنفيذيه والتشريعيه ومؤسسات الدوله بشكل كبير. امل الفتره الجايه المزيد من دعم كوادر الشبابية من المرأة ومن الشباب عموما. بنرجو طبعا استمرار مجهودات سيادته على كل المستويات وكل القطاعات في الدولة، وخاصة مجهودات دعم من خلال تمكين الشباب وتأهيلهم اللي أطلقها السيادة الرئيس خلال السنين اللي فاتت. بهني الشعب المصري بتولية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة، وطبعا بتمنى من ربنا ان هو يوفق سيادة الرئيس في الفترة المرحلة القادمة ان شاء الله. وطبعا انا يعني بتمنى ان شاء الله ان احنا نستكمل مسيرة النجاح اللي سيادة الرئيس بدأها من أول تولي رئاسة الدولة.